جماعة عسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين، هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء؟ وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنهم هناك يستلم منهم كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله؟ المسافر نحو لا ليس على الجمعة، إنما يقولون يصلون صلاة المسافرين ظهرا وعصرا وليس عليه الجمعة، والذي أقام الحاجة في البرية ينتظر أمرا أو يسعف جيشا أو ما أشبه ذلك، هذا حكم المسافرين وليس حكم المقيمين حتى يقيم صلاة الجمعة. إذا أقام في قطعة من البر من الصحراء ينتظر الأوامر فهذا حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عابدا عازما على شهرين فالذي يعني جمهور أهل العلم أنه يتم أربعا، ولكن لا يكون من الجمعة، يتم أربعا فقط ظهره وعصره وعشاء، لكن جازما على اكثر من 4 ايام. اما الانسان ما يدري تحت الاوامر، قد يقيم يوما وقد يقيم 5 ايام وقد يقيم اكثر، لا يدري متى يؤمر بالرحيل، فهذا له قصر ابدا حتى يعمد بالاقامه الطويله التي يعرف انها اقامه معزوم عليها اكثر من 4 ايام، لان الرسول اقام 4 ايام في مكه قبل الحج وكان يصلي قصرا، فدل ذلك على ان اقامه 4 ايام وما حولها ما دونها حكم السفر. قيل نوى أكثر من ذلك، فالجمهور على أنه يتم 4، لأن الأصل تمام 4، ترك في السفر وما يحاط بالسفر وبقي الأصل على وبقي ما سوى ذلك على الأصل. نعم. وإذا كان صلوا الجمعة خلال هالشهرين هل يعيدونها ظهرا؟ الله أعلم. لا محل نظر، فليتأمل.